راجلي انا عادي راجلي تيصرف عليا و تيعطيني الحمد لله. ما كتبوش كاين شي فطور فيما كندخل كنقول لامي بالعالي بحال هكا اختي زيد الفطور اصلا جيبي لهم كرواسه و جيبي لهم الحاجه. ما تاكلوش حنا كرواسه حنايا حتى ناكلوش كرواسه. لا لا يحييك و تقولي ما غتعاطى هادي دابا غتعاطى معاك تعطيني انا ما عندناش معاك يلا انا عطيني الفطور واش كاين الغدا واش كاين عندنا هنايا وطيح انا تنقول لك ما كناكلوش في الدار ولا شنو؟ شنو ماما حطيتي لي سيري سيري كلي تحشم. انا تنقول لك عاودني منك تخا تجبديني غادي نتفاهم انا وياك. وقت قلنا لك الصراحه عطاني التيسه بعدا مني. السلام عليكم. عليكم السلام. كاين شي فطور؟ كيفاش كاين شي فطور؟ انت كيجي لك غير الفطور. كي دايره؟ راسك طمزاره شويه كيفاش كدايره ولا ما كتصبص تصبحي عليا بحال هكا اويلي قلت لك كاين شي فطور انت كتجيبك عندنا غير الفطور اسمعي راسك شويه سيري صعب تمشي الناس كاع لحظه قالك ساميه مشات سافرات ما كتجي عندكم ما حتى شي حاجه الناس كتجي شكون ليا الناس انا يا الناس انا لا اختي لا جبتيش ليا الناس وانت جايه كتحضر تسوق فيا كيفاش تسوق انا غادي نجيب اخت ما بغيتي وسير اختي مالك اختي جايه بالشرطه علينا نوكل خلاص الفاطره انا ضحكت معاك انا كلش من وين ما تاكليش اختي ما تاكليش مصيبه انا هذه شويه مزنزنه انت يا بنتي ليا سيري سيري كامي توا ايمان غادي تشوفي هادي كتجي صاحبتي غير تاكل هادي وزيد معاها واش ما طلعتي علينا ما درتي لنا انا ما كنطرش عليكم على الاقل غدينا معاك فوجو غير شويه عارفه امي مشات مسكينه شويه بقى نتوما مزنزنين علاش مزنزنين ولا ما نعرف شويه كالميو كديره شوف هاك احترامك حيت كبر مني وسير سير الله يعاونك سير راسك شويه انايا جمع راسك شويه سير اختي ما بقى عندنا فطور حنايا ماما جاي انا عادي راجلي تيصرف عليا وتيعطيني الحمد لله ما كتبوش كاين شي فطور فيما كندخل كنقول لامي بالعالي بحال هكا اختي زيد الفطور اسالي جيبي لهم كرواسه وجيبي لهم الحاجه ما تاكلوش حنا كرواسه حنايا ما تاكلوش كرواسه سيري سيري حنا عندنا الخارج المسلسل ايمن جيب لي داك الملوي اللي صيبتو جبت للدار وتشوفو بعينيه الدوخ نتحوال ايوا انت قلتي ميمي كتعرفي اختك راه اختك حانه ما كتصيفطي لها شي شويه وانت اختي حنا ما ديتينا معاك ما ديتيناش معاك ما ديتيناش معاك هو عندي عيد الميلاد غدا نشوف واش تجيب لنا الكادو يلاه جيبي لي الكادو عندي نجيب الكادو ما عنديش يلا جيبي لي الكادو تحالي لي وتاع الاخر وانت ديما الله يستر ما عندكش ديما ديما ما عندكش ديما ما عندكش واخا تكون عندك غير درهم قولي عندي واخا تكون عندك غير درهم قولي عندي انا عندي بغيتيهم هاهما سير تخشر ولدك خانجي سيري سيري بزاف بزاف عليك وليله يحييك ويطول عليك هذه ما غتعاطى هذه دابا غتعاطى معاك تعطيني انا ما عندناش معاك يلا انا عطيني يلا انا عطيني 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 انا شوف عطيني مني عطيني عطيني كرام شوف سيري كوني تمرقي سيري سيري كوني تمرقي سيري سيري كوني تمرقي من البساله واخا تصرفقني ما نهضرش معاك سيدة باغا غتاكل واش كاين الفطور واش كاين الغدا واش كاين العشاء واش كاين الفطور واش كاين الغدا واش كاين عندنا هنايا وطيح على هذا الدوش انا تنقول لك لا صاحبتي الزمر هرسيها خانزة علاش هرسيها هادي علاش؟ علاش صبتيني؟ وصاحبتي الباور بانك علاش هرسيها؟ علاش صبتيني شندير لك انايا؟ كديري على خ مني قالت انا ما نشوفها ايمان سير سير اختي بحال كبيرة باور بانك صاحبتي قالك واش بصح وانتي هرستي صاحبتي كنشاط جارجي بها ايمان الايفون وبسالة هادي كي دايرة على خ جمعي راسك جمعي راسك راك عصبتيني سيري بعدي من هادشي تبقاش تجاوبي معايا انا تنقول لك من حقا اختي ندوي على بسالة كي دايرة مالك اختي شكون صنطك علينا هاد الصباح سير اختي دارك وعمري الفطور سيري سيري سير اختي بحالاتك راه داك الاخر ما مشيت ضربا هذا غنجلس فيها ضربا يا بابا ملي كتجي تاكل انت ناكل صحتك خرايس حبك انايا ما كناكلوش في الدار ولا شنو؟ شنو ماما حطيتي لي سيري سيري كلي تحشمي شويه انت سير داد القندوح ديال ولدك وسيري شي واحد ما كيبقى جيعان ديال البلاد وما ملي كتجيش كنفطر حتى واحد حتى واحد العشاء حتى واحد ما كيبقى جيعان سيده مسافره مشات ضربت لك الشوا مشات ضربت لك الشوا مشات جينا نهضروا يلاه وكيفاش كناكل ايمان كناكل تناكل انا ما عندهم انا بقى في كل حاجه طليت وكنصرف من فلوسي انا عرفتي شحال خسرت غير هاد السيمانه هادي عرفتي شحال خسرت غير داك السقاطه اللي كنضربو بالليل 50000 ريال مولانا اي 50
يعني ما كتبغ ما لها رسات الله ما تتمرقي قسما بالله ما كتمرقي قفرتي بعدا عند امينه كنت ندير عليها بالتفصيل انايا وقتلتيه وشي دابا دابا تتشوفي شويه ديال سير الاخرى وجمع راسها نوض نوض شوفي واش ايمن تقتل جمع راسها ولا غادي نوض سير جمع راسها ما تجمعش راسها ما تجمعش راسها مع هذا المغ بقى انا جاي سير سير بالزراخ هاجيتي يعني الله يمكن نخسر عليك هذا انا تنقول لك هذاك مع ديال يونس ما تلقاش مع السلاف انا تنقول لك عاودني منك تخجب ديني غادي نتفاهم انا وياك وقتك كنا بس صراحه عطاني التيسع بعدا مني وكتعرفوا اللي مراه حتى ملي كنتي كتاكلي الشوا بلاتي ملي كنتي كتاكلي الشوا ما كملتش لنا شويه خبيز ما كحسدتيني جيب لك خبيز ربعي باش غادي تعطي الريحه عاد نجيبو لك الحال بعد ما يعطيش الريحه جيب لنا اختي يلاه عرضي يلاه انت اليوم اليوم ماشي اليوم صبري راه باغين اللي يعرض علينا صبري ما تنعرض عليكم صبري نعرض لكم بس علاش عندك ما تعرضي علينا سيري يخليك عاتك تعرضي علينا والله حتى درويش الله ما تيقول شي حاجه عليكم قسما بالله عاتك درويش هذه اللي مسموعه عاتك درويش هذه اللي كتقيد عاتق كون كنت سميتو كون قلتي كون جبتي لنا معك شويه ديال المرقه في الخبز وي كون جبتي لنا شويه ديال الصوصيص اللي كليتي جبتي لنا الموناضه جبتي لنا اختي سميتو جايه جايه قاعده تشكي عناد مرض تما داوني للسبيطار اختي وما عنديش نهار كله ما عنديش مريضه ما عنديش مريضه ما عنديش مريضه والله يعطيك حالتي دائما هزي ديك السينيه نوضي نوضي الله يعطيك الصحه ماشي دير وجهك اختي نتي مور فوق هذا الشوفا وعلاش كتقولي واش كاين عندكم ما يتكال ضحكت معاك حيت شفتك ما حاطه لهم والو هذاك الشيء كامل ما حاطاش سيري سيري يلا واش معايا راسك حتى مزاره كنتي كتضحكي معايا ما ضحكيش معايا الضحك الباسل ولا غادي نمشي في حالات والله من سيري في حالات حتى غنعيط لامي انا نشكي عليها الزمار شكي عليها شوه الناس كتسمع ما تلوحيش 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 ما ها يا خوتي قالت لك عصبنا شدتها المعده اولا لا خلصت عليك الشريه راك اختي فيك انت المعده تبقاي فيما تمرضي تقولي لي فيها المعده كي جاك المقلب صراحه خفيف ما عصبتكش بزاف حيت انا عارفك عارفك كون درنا لك بزاف هاي بدات كتقرع لا راه كليت في الهي كليت الملوي ايوا صفت لك حقك مالكي صفتنا لك حقك هذاك صفط لي جوج شحال باغا وحده لك وحده لولدك اختي صفط لي شي 7 ولا 8 انا ما درت 7 و8 سيري سيري كي جاك اسامي المقلب لوحه صافي في وجهك
مزرعه عصبتيني سيري عطيني التيسع بعدي مني. والناس قالوا لي ديري ساميه مقلب وانا والله الا حاولت عليك ما بغيتش ندير لك شي عكون درت لك شي مقالب بحال اللي كندير لامي وايمان وامينه. راه خطير راه ما بغيتش ندير لك شي مقلب يكون نيت وما راه تعاونيني في هاد الايامات وما راه نخرج عليك ساميه والله تنخرج عليك تجي هنا لومبينونس تهزك والله حتى تهزك والله تنجمع لك الجيران اقسم بالله راه حاولت عليك شويه حاولت عليك والله جربي مره اخرى والله تنشوك تشويني وانا غادي ندير لك انتما خوتي عقلوا عليها علاش انايا والله ما نجي صافي والله ما نجي عقلي عليها علاش صافي صافي تبقيت تعصبين انا مريضه صاحبتي انا وملي كيدير لك عتيق المقلب ما كتكونيش مريضه عتيق هذاك وي الله يستر اختي الله يشافيك الله يشافيك هذه مفطومه على عتيق الاعصاب اللي دير لي الاخر اه الماكله وشويه ديال الاعصاب قال كيتخلطوا بجوج كيصدقوا كيتلاقاو كيعطوني الحراره. هاد المره دي غادي ندير لك مقلب اللي غادي يتجمع لك ما بين الاعصاب وما بين الماكله يلا خوتي الرز باش نسمحك ديال الرز العشيه انتما خوتي بسلامة عليك غندير بالدجاج لا الدجاج لا دير لي الرز سيك ولي كندير ليه السيك ما تعرفيش والله ما نعرف كنديرو بالدجاج انايا امي امي قول لي الرز اللي كندير مع شكون اللي داخل ايوا صايبين ناكلو كاملين صايبو في العشيه ايوا صايبين في العشيه ونقلينا شويه ديال الدجاج صافي جي عطيني الكوكوت صافي ها حنا اللي حنا ناكلوه حنا راسنا انا غندير لكم بحال الضف صيره وفلفله نصايبو لكم ناعم يلا صافي يلا اخوتي بسلام عليكم نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله دير لهم باي باي يلا باي باي اخوتي ماشي مشكل تلوحو ما عندي ما ندي حيت حيت من قبل قطعت بدات كترغف فيا واش غادي ندير ما علاش علاش ما علاش ما نلوحوش علاش ما نلوحوش صاحبتي كتقول لي الفطور حيدي حيدي داكشي من المونتاج انا تنقول لك والله ما نحيد حتى حاجه والله ما نحيد الفطور دايره الجوع الجوع فكر ما كناكلش في داري ولا شنو واش معي راسك سير اختي سير انت باغا تلصق اختي دابا هذا اخوتي باغا تلصق في شي حد هادي والله ما نحيدو بسلام عليكم نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.